ما كاينين طاكسيات، ما كاينه حتى شي حاجه، لا الضو، ما بقاش شي بلاصه فيها البركاسه، ما بقاتش في العروبيه، ما كايناش، كاينه هنا باقا الكلاب، والكلاب عباد الله، الكلاب ضاله، ما تتنعس لا ليل لا نهار، اش من حاله هذه؟ اش من زبل؟ والله العظيم الا هنا بنادم تيتكرفس وتيتقطع عرق بعرق. الواقع ما شفنا والو، ما شفت والو، حتى واحد ما شفناه، شفناكم عندكم الصباح ودابا، حتى حد ما شفناه، انا ما عمري شفت هنايا شي واحد بان خاصمين، ولا حنا اللي مخاصمين معاهم، ما عرفت، ما حملوناش حيت حنا جايين من كازا، ولاد كازا ما عجبوهمش ولا ما نعرف. اولا علاه ماشيين بزاف عليهم، لا لا بالعكس بالعكس، والله تاع انا عندي مشاكل ولادي، والله ما جاو ليا قسما بالله، الا ولادي والله ما جاو، انا تشرت انا ولادي حيت ما ولفوش، قالوا لي غير الطاكسي تبنا نخرجوا فينا هي، انا كنت خدامه على ولادي وخرجت من الخدمه، شنو السبب؟ لانني خاصني نخرج بكري، شكون اللي يخرجني من الدار؟ طاكسي ما كاينش، اذا جلست من الخدمه، اذا هاد الدار هادي الطريطه مشات، الطريطه مشات، كل شيء مشات، الدار مشات، كل شيء. هذا القايد اللي جا جديد والباشا اللي جا عندنا جديد، نتمناو من الله يكون فيهم الخير، هادشي اللي كنطلبوا. حنا دايرين غدا بانهم غيطرقوا لينا الباب مع ثلاثه ديال العشيه، ان شاء الله حنا غنتواصلوا معاهم ونتمناو من الله يكون فيهم هما الخير وتكون النتيجه، هادشي اللي كنطلبوا دابا. واش كاين شي مرافق عندكم هنايا؟ المرافق وما كاين لا مرافق والو والو، شتي ما كاين والو، وحتى حاجه اللي تعجبك ما كاين والو، الا جا عندك غدا في الليل اش غتحط ليه؟ ما شفت انا دار الشباب، ما شفت ملاعب، ما شفت حتى حاجه، والو حتى شي حاجه. والمشكل المشكل هو ان غتمشي لهاد المرافق لبلاصه اخرى محمديه ما بيهاش شي زوينه، وفاش غتمشي خاصك الطريق تضرب مسافه باش توصل لهذوك الطاكسيات، اذا ما كاين والو، اذا عيش هنا سير عيش بعكاشه، وقيل عكاشه لهاد الضو، يمكن عكاشه تقدر تعيش فيها ولا ما تعيش، ما عجبنيش الحال، انا تنهضر على راسي، ما عجبنيش الحال في بزاف ديال الحوايج، حنا ملي جينا لهنا وحنا اللور اللور، ماشي اقسم بالله ما تيجيو، والله الا لا تيجيو عندنا تيقول لك انتم سكنتوا في العروبيه، وانا ما تنرضاش بهذ الكلمه، ولكن ما عندي ما غندير، ايوا هذا الشيء اللي كاين. اخويا خالد انت باغي الطاكسيات؟ خالد شحال قدي نقول؟ شحال قدي نقول؟ عرفتي جيت نقول شحال من حاجه خاصه. المعاناه ديالكم اليوم شنو يوقع اليوم؟ قولي لي. على هاد الدري اخويا انا بقى فيا، ما نكذبش عليك، بازل ميمته. بازل ميمته مسكين، الله يجيب ليه الشفاء، الله يجيب ليه الشفاء. كيفاش وقعتي الحادثه هذه؟ ما نكذبش عليك انا ما حضرتش، انا جيت تا الاخر لقيتهم داو الدري. ولكن ما كيعاودوا العيالات وداك الشيء وجاراتي وداك الشيء، قال لك هبط من ترونسبور امه واقفه بعيده، بعدا كيقاطع الشانطي، هذيك المرافقه ما قطعاتوش. سمعتي اخويا؟ طلقاته من يدو مشى كيجري، الجري اللي غادي يخرج اخويا ضربوا الرموك، ضربوا الراسو. هذا الشيء اللي كاين اخويا، هذا الشيء دغيا هذاك الشيء جا بالخف، هذا الشيء اللي كاين. بزاف بزاف، انا بالنسبه لي انا ساكنه في الشارع كنشوف بزاف الحوادث. ما نكذبش على قسما بالله. السبب ديالها السرعة خاصهم نديروا لي دودان راه بزاف. كيجيو عندكم شي مسؤولين؟ ما عمرني انا خويا جاي دابا 9 سنين باش ساكنة ما عمرني شفت شي مسؤول. علاش؟ ربما شتي تعرفين وما تعرفينش. ومن قدر يقدر يكون خالي، يقدر يكون عمي، يقدر يكون كيجي الوالدة، انا ما عمرني ما قلاش شو ما نعرفوش. ما نكذبش عليك. وخا يدوز من حدايا، ما نكذبش عليك، وخا يدوز من حدايا راه ما كنعرفوش، حيت ما عمرني شفته. والو عسى الله يرحم الوالدين، بلا دوز لجيرانكم. اولا كنشكركم وكنشكر النساء والرجال اللي لبوا لنا النداء ديالنا، وفاش قلنا مع 6 ديال العشيه نتلاقاو، ولكن جانا اتصال من السلطه المحليه وحنا اللي دينا ممدوده باش نتحاوروا. حنا ماشي من هذوك الناس اللي كيديروا باغيين يديروا وقفات الوقت ديالهم سالي، حنا ناس اللي كتامن بالحوار. السلطه المحليه في اطار التقسيم ديالها الجديد والحلقه الاداريه الاولى هي اللي حدا المؤسسه ديال شاكيب ارسنال بنكلب الثانويه التعليميه بنكلب. السيد القائد استقبلنا اليوم، انا تكلمت كعضو في المنظمه حقوقيه، حضروا معايا الاخوه ديال مكتب جمعيه التعاون لملاك بيت السكن، وشرحنا المشاكل اللي كاينه فيها المجمع السكني بيت السكن، وزومينا مزيان على هذه الحادثه اللي تسجلت اليوم، وغدا ان شاء الله عندنا اجتماع.
عندك مشكلة، عندك شكاية، أو عندك أي موضوع بغيتي طرحه علينا، أو أي خبر بغيتي تقوله لنا، تصل بنا على 0 0 1 42 94 00.